في حاجة يا حسن؟ محتار في أمرك ومش عارف كيف أتصرف معاكي. عقلي بيقول لي أقطع رقبتك وقلبي بيقول لي لا، دي مهما كان أختك اللي مالكش غيرها. اوعى تفتكر إن عشت في القاهرة نسيتنا عوايدنا وأصولنا. يا خسارة، ثقتي فيك كانت كبيرة بس انت دمرتيها. ايه اللي بينك وبين يحيى؟ افتح تليفونك. كنت بتتكلم وكنت بتجابلين من ورانا مش كده؟ وانت جاي وتجابلي ليه اصلا؟ ومن قرايبنا ولا من بقيه اهلنا؟ من النهارده رجلك ما تخطيش بره باب البيت، فاهمه؟ عايزه تصغرينا يا ندى؟ عايزه تضحك الناس على اخوكي؟ ماشي يا ندى ماشي. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watchit.com.